هذه هي مقبرة اليهود في جبل طارق. اليهود تعرضوا إلى نفس المصير الذي تعرض له المسلمون عند سقوط غرناطة، فيقال إن حوالي 5000 يهودي فر من غرناطة ودخل إلى جبل طارق تحت الحماية، فمكثوا هنا نحو 3 سنوات وحاولوا إنشاء دويلة لكنهم لم يفلحوا، فتم طردهم مرة أخرى من جبل طارق إلى غرناطة أو إلى شمال إفريقيا، خصوصا إلى المغرب والجزائر. هؤلاء اليهود رغم أنهم أعلنوا تحولهم إلى الديانة المسيحية إلا أنهم لم يسلموا من المضايقات التي كانت في حملة الاسترداد الإسبانية. فهذه المقبرة تعود إلى منتصف القرن 17 لبقايا اليهود الذين مكثوا في جبل طارق أو دخلوا فيما بعد إلى جبل طارق، وأغلقت أو منع الدفن فيها بقرار من السلطات البريطانية في منتصف القرن 19، وهي تضم حخامات كبار من حخامات اليهود الذين عاشوا هنا في جبل طارق. كما تلاحظون هناك قبور لوحدها، قبور كبيرة، وهي لكبار الحخامات اليهود، وأخرى قبور تعود لليهود الذين سكنوا جبل طارق.